ميكس سي فود جري، مجموعة أسماك مشوية، سمك يعني أربع أنواع سمك وجمبري، وأول مرة نعمل السهلية على الهوا، نركز في حتة السهلية دي بالذات. هنعمل التتبيلة الأول وبعدين نشوف هنعمل إيه. أدي كزبرة ناشفة، شوية شطة، كمون، بهارات سمك، هريسة، ركز في حتة الهريسة دي، توم، فلفل حار، كزبرة خضرة، ليمون فريش. نركز شوية عشان الأكلة دي غير عادية وتقليدية، غير عادية وغير تقليدية. أهو ده ليمون فريش. يلا عايز تعمل سمك وتاكل وتتبسط مشوي أهو. طبعا يا سلام، في اسبانيا كده تقعد بالليل في اسبانيا والله، وش السردين ده بقى على البحر كده، زيت زيتون اهو في مربية بالذات، وادي كمان شوية ليمون ياما هم، وملح وفلفل. يا دي الليله اللي مش معديه هتفضحنا على الهوا. طيب كده هنا طلعنا السمك من الفرن، شايفين بقى التتبيله دي، خلي بالكم معايا ورقه وقلم ومرايه، عندي شوايه اهي، سمك البلطي ده الله اكبر. ادي الحشو جوه كده، اهتم بالحشو اللي جوه. السمك السهلية اللي اول مرة يشرفنا على الهوا كده اهو، ده سمك سهلية اهو، وادي الجمبري بتاعي. نصلي على الحبيب بس، نصلي على الحبيب بس. اخر حاجة عندنا بقى الصبيط. الصبيط ليه حاجات كده بنعملها تقليع كده كدابة، هنا كده نزود شوية ليمون، شوية زيت زيتون، معايا يا باشا مين اهو، وكده كده كده اهو اهو. ده ملح، بسم الله الرحمن الرحيم. حتة مرونجة لصيه، هنا بقى بص على ده هيعمل ايه معانا اهو، هنلف هنلف وندور على بعض. الريحة طالعة مشرفة، ده الرز بتاعي نقلب.
حبة هريسة حبة ملح حبة فلفل شوية شطة شوية كمون وادي طماطم وهذا الميه السخنه بتاعتي يا نهار اسكت ده اللي جابه ده انت عملتهم بدري بدري خلاص جيبك تقل جيبك تقل ما بقتش تعرف الناس الغلابه اللي زي حالاتنا